طبعا نظرا للاحداث اللي بتحصل لاخواتنا والحروب فانا مش هقدر اهزر زي الفيديوهات اللي انتوا متعودين عليها من الجده قشه وربنا يرحم كل الشهداء يا رب ويا رب السنه الجديده السلام يا عم على ارجاء العالم كله وبعتذر عن الفترات اللي فاتت اللي كنت مقصره معاكم فيها بس انا هرجعلكم بفيديو قوي مليان مفاجات كلها احلى من بعض كل سنه وأنتوا طيبين يلا بينا نشوف توقعات السنة الجديدة هتكون ايه أوه. برج الجدي انت عندك السنة ديت عرض كده اعتبره اوكازيون اخيرا وبعد طول انتظار الحظ بيبتسم لك يا برج الجدي خد عندك بقى يا سيدي كاريزما خاصة وطاقة كبيرة جدا وقانون الجذب فعال في كل حاجة يعني اي حاجة وكل حاجة كمان هتدخل في مغامرات عاطفية كتيرة وعندك معجبين كتير جداً وعندك قرار بالارتباط والزواج في علاقه انت عارفها او علاقات يعني جديده كمان انت هتتعرف عليها بس هتكون علاقه يعني مميزه كده انت هتكون شخصيه مميزه يعني واحب اقول للناس كمان اللي عانت واتظلمت واتحطمت نفسيتها في علاقات قديمه وفي علاقات عاطفيه احب اقول لكم ان انتوا جايين لكم تعويض كبير جدا من رب العالمين وكمان عندك نصر على كل يعني اعدائك والاخصام اللي قصادك يعني ان شاء الله ربنا بينصرك على كل الاعداء اللي في حياتك وكمان عندك كارما كارما ايجابيه جدا يا برج الجدي كمان عندك استرجاع حقوق من اعدائك يعني انت لو ليك حق عند حد هيرجع لك وده هيكون طول السنه اللي جايه 2024 ليه بقى لان كوكب زوحل اللي بيحكم برج الجدي اصلا كوكبك الحاكم عند يعني هو كمان اللي هيحكم آه السنة عشرين أربعة وعشرين فهو الكوكب الحاكم لعشرين أربعة وعشرين وزي ما قلنا كده دي سنة حظك يعني انت داخل على بوابة قانون الجذب فيها متفاعل جدا عندك كارما ايجابية كمان هيعمل لك يعني حاول بقى طبعا تنتبه من افكارك وكل الحاجات اللي بتفكر فيها يعني حاول مثلا ان انت تفكر بشكل ايجابي جدا ان انت تكون غني جدا فهتبص تلاقي ده بيحصل معاك وبشكل سريع كمان هتحقق أرباح مادية يعني مهولة السنة ديت إن شاء الله وكمان عندك يعني تحقيق ربح مادي عالي قوي وخصوصا النص السنة التاني وكمان هتدخل في مشروع جديد بس في النص السنة التاني يعني طول النص الأول هتكون فيه مغامرات عاطفية وفي مغامرات كده وشايف نفسك شويتين وعلاقات وكده لكن في النص الثاني هتكون بقى شغل وبس يعني عندك شغل كتير جدا فيه مش هتلاقي وقت كتير فيه فاضي في نفس الوقت دوت ليه بقى لان كوكب المشتري هينتقل من برج التور بيتك الخامس لبرج الجوزاء بيتك السادس بيت الشغل والعمل والروتين والعروض الجديده وبيت الصحه كمان يعني صحتك ان شاء الله لو بتعاني من اي مشاكل صحيه عندك شفاء وتحسن سريع جدا هيكون داخل في في برج الجوزاء كوكب المشتري وكوكب الحظ والفرص والتوسع هيدخل بتاريخ 25/5 فده اللي هيخليك مشغول كتير جدا وهيجذب لك فرص ماديه كويسه جدا وعقود جديده هتمضي عليها كمان عندك سفر وحركه كتير في النص التاني من العام كمان عندنا زاويه متناغمه جدا بين كوكب زوحل اللي هو كوكبك الحاكم اصلا موجود في برج الحوت بيتك الثالث هتكون زاويه متناغمه جدا زاويه تسديس مع كوكب اورانوس اللي في بيتك اللي هو في برج الطور اللي... بيتك اللي... الخامس ده هيخليك مشغول جدا وهتكون شكل يعني هتكون ناجح جدا بشكل يعني ما حصلش بقاله كتير قوي معاك يا برج الجدي. ما تنسوش تقولوا لي رايكم في التعليقات وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وكل سنه وانتم طيبين يا برج الجدي وان شاء الله تكون سنه خاصه كده مميزه وتحققوا كل اللي في نفسكم باذن الله. باي باي.